السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحاول نشارك معكم هاد البولات ديال لونتي برويار. كما كتلاحظ دايرين هادو ديال الشين، واشو كيدايرين وكاع ما جاو معاه هادو. كنت بغيت نخدمهم وداكشي، ولكن ما هذا هو الاوريجينال. شو الاوريجينال كيداير في ديك لا لوب الداخل، دورة بزز باش قصتهم دي ولاد وريجي، كيكون فيهم الريغلاج وداكشي الفيكساسيون ديالهم. هذا الاخر، هذا عنده القفالة، هذا ما عندوش، وهاد القفالة هي اللي كتحافظ على البارابول ما تدخلش ليه الغبرة لداخل وداكشي، ولكن غنديرو ليها شي بلان. دابا غادي نحيدو هادي. واش كنحيدو هادو؟ راه خاصنا نحيدو هاد الشبكة. ندير واقيلا دايرين ليها فيسات، يمكن ها واحد هي اوريجينال، راه ما كيكونش فيه الفيسات حتى كتدخل، ولكن صاي دابا غادي نحاول نحيدوها ونحيدو الجهة الاخرى ونشوفو شنو كاين. بعد ما حيدنا هاد الشباكي راه كيكون شاد مع هاد الفيس هنايا، ها فيس واحد صافي. نشوف هاد الخيوطة، شو هذا السلك كانوا دايرينو تا هو. نحيدو هذا باش غنفيكسيو الاخر. كما كتلاحظوا راه الفيكساسيون ديالو عندو جوج فيسات. كما كتلاحظوا راه جا داكشي مزيان كيطيحو في البلايص ديالهم نيشان. دابا خاصنا واحد الفيسات نديرهم ليهم باش يتفيكسيو، ونحيدو هادو. دور مديري ليهم الفيسات نحيدوهم تاهما. كما كتشوفوا بعد ما خدمنا هذا راه كان عنده الفيش مهرس. وشو دابا اللي مبغاش يتفهم ليا، شو هادو ناضين دوريجين، حيدوهم وداروا هذا. شو هذا كيدير، حيدوا الدوريجين وداروا هادو. بعد ما ركبنا ليه الفيش وداكشي كما كتلاحظوا الفيش بعدا راه كاين مع وحده فيهم. دابا غادي ندوزو للجهه الاخرى. كما كتلاحظوا بعد ما ركبناهم وداكشي وشعلو راه مزيان، راه الضو ديالهم راه كيضرب لتحت حيت هما ديال الدبابة. كما كتلاحظوا داك الخط، هاد الخط باش كيطلع لك الدبابة، وراه عندهم ريغلاج بغيت تهبط كتر ولا تطلع، كيبقى الاختيار ديالك. دابا غادي نحاول نبدل ليهم هذوك البالي، معنا داير الليد وهادو هالوجين. هادو هالوجين معنا داير الليد في الكود وفي الفار. هاهما واحد البولات نحاولو نديروهم ونشوفو. هادو اش 3 نحاولو نركبوهم. بعد ما قلبت البولات هادو راه الاش 1 بحال اللي هنايا في الفار. دابا تا غادي نجيب ليهم تندير ونجيب ليهم بالي بحال اللي ركبت هنايا، غادي نديرهم هنا. هادو اش 3 ما خدموش، هادو الاش 3 في الفيكساسيون ماشي بحال. شو هادو كي دايرين، هادو راه كيسخنوا تبارك الله. هادو تنديرو نبدلو ملاد باش يولي اللون كلشي لون واحد بيض. دابا غادي نرد لهاد الفيكساسيون، فيكسي البارابول هذا ديال لونتي برويار ونزقيه في البلاصه ديالو. وهادي اللي خاسر ليها الكاش كما كتشوفوا، راه درنا ليه هاد اللعيبه، راه درناها بسكوتش من هنايا وتولي تدرق. بعدا باش ما تدخلش ليها الغبره تندبروا ليها على ديالها لصنا، راه جات مزيانه. دابا خاص نشد بجوج يدي. كما كتشوفوا هادو راه خدامين، انا ما عجبونيش وصافي. فيهم هادي ديال اللي الدايره، ولا بغيتي تشعل داك الوسطاني انا نشعلو ليكم تا هو تشوفو. كما كتشوفو راه مجهد تا هو، ولكن في الديكور ماشي بحال الاوريجينال. الاوريجينال شو كيبان، داكشي ما كيبانش لك، ما معربز ما والو. ديما الحاجه الدوريجين راه كتبقى هي احسن حاجه. كما كتلاحظوا هذه هي النتيجه النهائيه بعد ما ركبنا الشبيكات وداكشي الفيكساسيون ديالهم والفيشات كلشي هو هذاك. كما كتلاحظوا راه كيعطيو هذا الديكور احسن،
الدوريجين ما كاينش محسن من الدوريجين، والضو ديالو مزوين. دابا داك البولات اللي كنت اللي عندي ديال الاش 3 ما خدامينش، دابا خاصني الاش 1 بحال اللي في الفار عندي. الضو ديالهم كي داير هذاك راه الفيوز اللي شاعل ديما. ضو الضبابة كيكون كيشوف لتحت، كيشوف لتحت بزاف، تقريبا شي 10 متر ولا ديما كيشوف هو لتحت. بالنسبة للكود كيكون أعلى منه شوية، والفار أعلى منه. بالنسبة للضبابة درك كيخدم مزيان هو والكود كما كتلاحظ. هذا الكود، هذا الفار. شو دابا الكود كما كتلاحظوا غادي نطفيوه. هذا لون تبرويه باش كيطلع لك الضبابه، كيطلع الفول. هما دابا كما غادي تشوفوا هذا الكود وضو الضبابه. دابا من بعد راه غادي ناخذ ليهم الاش واحد باش نديرهم ليهم باش يولي يبان داكشي مزيان. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتوا منه. والسلام عليكم.